الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الرسول قدوتنا، شعار جميل له معاني سامية كثيرا ما نسمعه، ولكن هل فكرنا كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا بشكل عملي؟ سؤال جد مهم، خاصة في هذه الفترة التي تعاني فيها الأمة من ضعف وغيبة للقوات. فمن الملاحظ أن ما تمر به الأمة الإسلامية من أزمات سببه مباشر هو غياب تطبيق المبادئ التي ندعو لها والقيم التي نتغنى